وكيف ما قلت لكم مادة الأرجينين فهي مادة جد جد مهمة بالنسبة للشعر، بحيث تتحفز لنا البصيلات ديال الشعر وتتمنع لنا التساقط وتتمنح لنا فروة الرأس تكون ذو صحة جيدة ولمعان ديال الشعر. وكذلك بالنسبة للسيدات اللي تكون عندهم عجز في النمو ديال الشعر فهو تساعد لنا تقوي لنا البصيلات باش يكون الشعر ذو صحة جيدة وغزارة في الشعر. ملي تنديروا العلاج ملي تكون التطبيق ديال علاجنا على السيدة فالسيدة ما تحتاج بأنها تدير بروشينغ، لأن الشعر عالجناه، أعطيناه كاع المواد اللي كانت ناقصه وعطيناه كاع البروتينات اللي هي تتساعد بيكون بأن الشعر ديالنا يكون شعر بلا بروشينغ افي ناتشورال. أنا كيف ما تنسميه تركيبة ذكية، علاش؟ لأنه مختلف على العلاجات كاملين اللي عندنا في المراكز ديالنا. متكون أول حاجة ملي تنأبليكيو على الشعر ما تنحسوش كومبليتمون أننا واضعين شي منتوج كيميائي، لأنه فروة الرأس ما كنحسو لا دي مونجيزون ني غيان دو تو. تاني حاجة طون دو بوز ديالو قليل، يعني مدة ما بين 20 حتى 35 دقيقة حسب النوعية ديال الشعر، لأن هنا تنهضرو في علاج، يعني أن سوان سي با زون كيراتين سي با زان ليساج، يعني مختلف تماما. المكونات ديالو كله كتكون من زيوت طبيعية، من زيوت أساس اللي هي لي زويل إسانسييل، ومن الأرجينين مادة الأرجينين اللي هي مهمة ومهمة جدا في تكوين أو في نمو ديال الشعر، لأنها تتصحح لنا الفروة الرأس وتتنمي لنا الشعر، يعني الزغبة ديالنا.